إمضاء عدة مذكرات تفاهم هامة، والتي سيتم بموجبها إجراء دراسات الجدوى لمشروع خط أنبوب الهيدروجين كوريدور ساوث H2، والذي سيربط الجزائر بأوروبا عبر تونس للوصول إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا. تتضمن هذه المذكرة إجراء دراسة جدوى بشكل مشترك لتنفيذ مشروع متكامل عبر جميع سلسلة قيم الهيدروجين الأخضر، حيث تسعى كل من سوناتراك، سنام، فيربوند، سيا، كوريدور، أند في إن جي من خلال إنجاز الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين الأخضر، تزويد السوق الأوروبية بالهيدروجين الأخضر، ونقل ما يقارب 250,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً على المدى المتوسط والبعيد.